السلام عليكم. اليوم راح نديرو جولة في مدينة مسقانم اللي أصبحت جوهرة عند البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد ما تم انطلاق ولا الافتتاح نتاع التراموي نتاع هذه المدينة اللي يعني سوف تدخل بكل قوة في ميدان سياحي. شيء جميل أن تكون لدينا مدن مثل هذه المدينة رائعة. بدون ما نطول عليكم نروحوا نتابعوا كلنا مع بعض هذا الفيديو الرائع، ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.